السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم يا شباب؟ رجعت لكم في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله بيس 2019 وأخيرا نزلت اللعبة واشتريتها. راح أنزل أول لعبة، راح ألعب مباراة بين ريال مدريد ويوفنتوس. بعد ما أنزل الفايل أوبشن، هسا أول ما فتحت اللعبة، هاي ستوني فاتح اللعبة، هذا الصورة اللي ظاهرة قدامكم بعدني ما داخل لها. هسا نضغط أكس ونشوف، هاي قدامكم اللعبة، نختار اللغة العربية أكيد. التحكم نختار القياسي، يعني اعتقد ذاك نفس تحكم بيس، العفو تحكم فيفا يصير. هاي الاعدادات اللي راح نلعب بيها الطبيعيه. بالنسبه للاضاءه نضبطها، هاي الاضاءه اللي راح تكون يا شباب، اذا حابين ازيدها او اقللها بكيفكم. وندوس اوكي. طبعا انا لحد الان ما منزل الاوبشن فايل، ان شاء الله راح انزله وارجع اكمل الفيديو. هسه شويه وقت على الفيديو. هاي اللعبه اول ما تنفتح طلعت لنا هاي اللائحه، يعني اللسته. خلينا نروح نلغي الاغاني. الاعدادات نروح نص الصوت، صوت الاغاني عالي، مستوى صوت الموسيقى داخل اللعبه نخليه صفر اكيد، صوت المعلق بعدين ننزله. ها هي حاليا هاي اللعبة قدامكم يا شباب، هاي أول ما فتحتها. راح نشوف القوائم، طبعا منا نلعب المباراة الودية. وين الماستر ليج؟ الماستر ليج الماستر ليج، هذا الماستر ليج يا شباب. وعندنا هذا الكون أسطورة، وعندنا ليجا الدوريات يعني، وكاب كأس. خلي نشوف قوائم الأفرقة قبل لا أثبت الأوبشن فايل. هسا حتى ننزل الأوبشن فايل إن شاء الله، بس خلي نشوف القوائم مال اللاعيب والأفرقة اللي ما موجودة. هاي القوائم حاليا يا شباب، الدوري الإسباني، هذا الدوري الإسباني كالعادة ما يملكون حقوق بيس، بس أعتقد الدوري الفرنسي موجود. هاي باريس، اعتقد الافرقة الحقيقية بالدوري الفرنسي موجودة. الدوري الايطالي عندنا يوفنتوس، هم ما يعني ما يملكون حقوقا، اللي هو هذا فريق يوفنتوس. هسه ان شاء الله من ننزل الاوبشن فايل تتغير القوائم. والريال مدريد، هذا ريال مدريد يا شباب مثل ما تشوفون ما يملكون حقوق بيس، فشعار هذا شعار خالد تبيس. ان شاء الله انزل الاوبشن فايل وارجع لكم. اذا حابين اسوي فيديو للاوبشن فايل يعني طريقة تنصيبه، وخلي لكم رابط تحميله بالدسكريبشن، قولوا حتى انزل فيديو تعليمي على تثبيت الاوبشن فايل، تثبيت يعني شعارات وافرقة الافرقة اللي ما موجودة طبعا ببيس، لان ما تملك حقوق بيس، فالاوبشن فايل هو اللي يعوض. واسوي الاوبشن فايل وارجع لكم يا شباب. ورجعت لكم يا شباب بعد ما نزلت الاوبشن فايل. راح العب مباراه هسه وديه، راح نلعب، احنا راح ناخذ يوفنتوس ضد ريال مدريد. مباراتنا راح تكون ان شاء الله ضد ريال مدريد، انا يوفنتوس، كريستيانو رونالدو في اليوفي. مثل ما قلت لكم شباب راح العب انا باليوفي. يوفنتوس يوفنتوس يوفنتوس، هنا انا خليت يوفنتوس طبعا الاول بالتعديل. وضد ريال مدريد مثل ما تشوفون يا شباب، ريال مدريد يعني الاوبشن فايل مالته، يعني نزلنا الاوبشن فايل صار الطقم والشعار مالته الاصلي. نضبط الخطه يا شباب، انا هاي الخطه اللي راح انزل بيها ان شاء الله. طبعا بوفون ما موجود لان انتقل الى البي اس جي. لعبة ضد ريال مدريد راح تكون قوية، لهذا راح العب بالاسلوب الدفاعي ان شاء الله نفوز بهاي المباراة. القوة نجم متميز، والوقت راح اخليه 8 دقائق حتى لا يكون الفيديو عليكم طويل. طبعا هاي الكرات الجديدة اللي ضافوها ببيس 2019، راح العب بهاي الكرة ان شاء الله. طبعا هذا الملعب اللي راح نلعب ان شاء الله به ملعب ضافوه جديد، شكله حلو. الوقت راح نلعب الصبح، شتاء لطيف، على ترضية الملعب عادي. اما الاطقم فاحنا اليوفي عندنا اربع اطقم، هاي الاطقم مال اليوفي، نشوف بشنو ننزل. راح ننزل بالزي الاساسي احنا، شنو الفرق هذا عن هذا؟ طبعا بس الشورت
راح العب بالزي الاساسي الابيض، والريال يلعب باللون الاحمر، راح اخليهم يلعبون باللون الاحمر. ونروح الى المباراة. طبعا يا شباب ما راح اقطع الفيديو، ما راح اقطع نزول اللاعبين الى ارضية الملعب، راح اخليكم تشوفوها الفيديو كامل. تعليق طبعا فهد العتيبي. نزول اللاعبين الى ارضية الملعب، طبعا دخولية شوية احلى صايرة. شوف الجماهير، شعار ريال مدريد واليوفي من بعد ما غيرناهم، هسه شوف قامت تطلع كاملة. رقم يوفنتوس، طبعا رقم كريستيانو رونالدو نسيت اغيره واخليه رقم 7، ان شاء الله اغيره. هاي التشكيلة اللي نزلنا بها احنا، وهاي تشكيلة ريال مدريد. طبعا الحلو شوف اللاعب من خلف التشكيلة حركاتهم، و شوف شوف حلو حلو، شيء جميل. كورتوا هو حارس ريال مدريد، اعتقد راح تبدي المباراة. وبداية المباراة بالفعل يوفنتوس ضد ريال مدريد، المباراة الودية قبل ان نبدأ السلاسل. أول مباراة إلي في بيس 2019 النسخة الحقيقية الأصلية. خطرة جارث بيل، جارث بيل خطير، أوه بالعرضة، الله عليك والله، مرة السلامات. يلا العب العب، بيانيتش بيانيتش كريستيانو، لا 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 لا، خطرة 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 خطرة، والله شكلها المباراة مولعة، شكلها المباراة مولعة من أولها. يلا يا شباب يلا يا شباب، دوغلاس كوستا دوغلاس كوستا دوغلاس كوستا، عرض يا دوغلاس، أوه ضربة تماسنة. الكساندرو والى ديبالا، ارجع ارجع دوغلاس، عرضية من دوغلاس وضربة ركنية، أول ضربة ركنية لنا يا شباب. ديبالا ديبالا ديبالا، العرضية من ديبالا، خلي نخلي كريستيانو رونالدو، وين الدون الدون الدون، جيبوا لنا الدون، يلا يا الدون يلا يا الدون، حلوة العرضية بالراس من كريستيانو، كورتوا يخلص الكرة. الكساندرو العب 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 العب، ديبالا ضاع 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 ضاع، ضربة تماس، افضل افضل فريقنا، افضل فريقنا ان شاء الله افضل. العب 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 العب، روح اوه قطعت بيانيتش، العب العب العب، كوادرادو كريستيانو، كوادرادو كوادرادو كوادرادو، بعده بعده كوادرادو، خلاص يلحقها 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 لشتاينر، العرضية الى كورتوا سهلة. رجعوا 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 رجعوا، ارجع ارجع ارجع، خطرة كريم 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 كريم، اوه ما شات، الحمد لله انه ما شات. وبعده والله الريال افضل افضل الريال، بعده بعده يا شباب بعده يا شباب، كريستيانو وحده بالهجوم، العب لي دوغلاس كوستا، ديبالا تريدون، يا سلام عليك يا سلام عليك كريستيانو رونالدو، سدد يا التصدي من كورتوا، شوف الإعادة شوف الإعادة، دوغلاس كوستا إلى كريستيانو، تسديدة قوية قوية، بس الزاوية كان ساد. يلا يا شباب نريد الهدف الأول، نريد الهدف الأول، ديبالا، يلا يلا يلا، ماكو أحد ماكو أحد، العب 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 العب، حلوة 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 حلوة، الدون الدون الدون، لا 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 لا، كارفاخال، ونهاية الشوط الأول يا شباب بالتعادل السلبي 0-0، ماكو فرص كثيرة لنا. وهاي احصائيات الشوط الاول يا شباب، الاستحواذ انه 57%، بس ماكو فرص كثيرة على الهدف. نروح للشوط الثاني، وبداية الشوط الثاني ان شاء الله نسجل، ان شاء الله نسجل اول هدف لنا في بيس 2019. خذها خذها خذها، اوه خطرة 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 خطرة، يا سلام عليك، يلا قطعوها يا شباب. ايسكو خطيرة الى الكرفخال، اقطع ابعد ابعد بزيما، اوه بالكعب، خطرة خطرة خلصها حارس المرمى بعجوبة، الله عليك يا بنزيما، شوف الإعادة شوف الإعادة يا شباب، شوف الكرة الخطيرة، كرفخال عرضية، شوف بالكعب بنزيما، اوه صعبة والله صعبة المباراة. طبعا اللعب أحلى من بيس 2018 بهواي،
خطير جاريث بيل. يلا 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 يلا، هجمة مرتدة، الهجمة المرتدة، يلا يا كريستيانو، يلا يا دون نوح يا شباب، لا لا تنطيهم اياه، انطي الكوادرادو وضاعت. اقطع 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 من الجيمة، الجيمة الجيمة، قطعوها يا شباب. حلوة حلوة، انطي الكريستيانو، العب كوادرادو كوادرادو، كريستيانو طويلة طويلة للدون، الدون يلحق، الدون يلحق، لا لا لا، سيرج راموس يخلصها بأسلوب رائع. حلوة حلوة حلوة، دوغلاس كوستا، دوغلاس كوستا، انطي للدون، الدون بالراس، جول، لا ضاعت الكرة، ضاع الهدف الأول يا شباب. خطرة خطرة لجارث بيل، جارث بيل، جارث بيل، خطير يا خطير يا بيل، اقطع 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 يا ولد، اقطع قطع يا شباب، خطير خطير خطير، جارث بيل إذا عرض البنزيما، الله عليك الله عليك، فاول يا حكم، ابعد 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 الكرة، ابعد، خلصها خلصها خلصها. خطرة بعده بعده للريال، والله الريال خطير خطير خطير. كارفاخال كارفاخال والكساندرو الى حارس المرمى طويلة، روح يا كوادرادو، انطلق كوادرادو 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 كوادرادو، العب لكريستيانو، كريستيانو، كان ممكن ان ياتي الهدف الاول. العب 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 العب، يا سلام عليك، عرض، ضاعت طارت، راحت الى ضربة مرمى. بنزيما خطرة، كارفاخال خطرة، هاي الجهة خطرة من كارفاخال، خطير كارفاخال، كيليني، حلوة يا كيليني. ونهاية المباراة يا شباب بالتعادل السلبي، ما اعرف فعلت الاضافي لو لا، ما اعرف والله، خلينا نشوف ونفعل الوقت الاضافي ونروح للشوط الاضافي. طبعا ما سويت تبديل وهذا الشيء غلط، المفروض اسوي هسه تبديل. خطأ من حارس المرمى، العب كوادرادو، ديبالا، انطلي كوادرادو، لا ما وصلت، انطلي الدون، لا ما وصلت، حلو كوادرادو كوادرادو، شوت كوادرادو، كورتوا، تصدي من كورتوا، ينزل ماركيزيو وهيغوين بديل كوادرادو ودوغلاس كوستا، العب يا كليني. نهاية الشوط الإضافي الأول بالتعادل السلبي 0-0، وهاي إحصائيات الشوط الإضافي أو المباراة حتى الآن، 51% ضغط إنه مقابل 49 لريال مدريد. إن شاء الله إن شاء الله نسجل بهذا الشوط، ماري ضربات جزاء يا شباب، حاولوا تسجلون هدف، يلا يدون يلا يدون، يا سلام عليك يدون، انت ديبالا، ديبالا يعدي، ديبالا يمر، فوري حكم، لا ما نطخ، ما نطفا للحكم، ارجع كليني، اقطع يا كليني، خطير خطير خطير، ناتشو، جاريث بيل، جاريث بيل، جاريث بيل، اقطع 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 اقطع، لا لا لا، ضربة ركنية، لا يا ماتريدي، ضربة ركنية للريال مدريد، توني كروز، توني كروز على التنفيذ، توني كروز على التنفيذ، خطير خطير، توني كروز، ابعد ابعد يا ولد، ابعد ابعد، شيل شيل، مودريتش، خطرة خطرة خطرة، يا شباب بعدوا بعدوا يا شباب، يا بعد الكرة، حلوة حلوة حلوة، هجمون كريستيانو، والله المراقبة قوية على الدون، ما جاي يقدر يمر، اعتقد راح يصفر الحكم، نهاية المباراة، او يقول او يقول بنزيما، يا شباب لا يشدد، يا شباب لا يشدد، والى حارس المرمى، اعتقد خلاص صافرة الحكم ونهاية المباراة بالتعادل السلبي بين اليوفي وريال مدريد. طبعا بالنسبة للتسديد راح اخلي كريستيانو يشوت الضربة الثالثة، ديبالا الاولى، بيانيتش الرابعة، متويدي الخامسة، هذا التسلسل التسديد راح يكون يا شباب، هيكون الضربة الثانية ونروح للتسديد ونروح لضربات الترجيح. اول تسديدة لديبالا، ان شاء الله ان شاء الله نقول باول تسديدة، يلا يا ديبالا، لا تضيع يا ديبالا، ديبالا لا تضيع، ديبالا ديبالا، ان شاء الله يسجل، ديبالا يتقدم، ديبالا وين نشوتها، خلينا نشوتها هنا، أنا اعتقد يصدها، خلينا نشوت هنا حتى لا يصدها، يلا يا ديبالا، ديبالا والهدف الاول، الهدف الاول عن طريق ديبالا، حلوة يا ديبالا، اول هدف. بنزيما بنزيما ان شاء الله يضيع، بنزيما ان شاء الله يضيع، بنزيما يلا يقولشي، يا الله يا حارس، يا سلام عليك، يا سلام عليك، روعة انت روعة انت يا حارس. هجون
هيجوين هيجوين خطير، هيجوين هيجوين ممكن يضيع، هيجوين ممكن يضيع يا شباب، راح اشوتها هتشو بخفه، لا تضيع ارجوك لا تضيع يا هيجوين. جول جول، الهدف الثاني، الضربه الترجيحيه الثانيه، جول عن طريق هيجوين. بيل جارث بيل جارث بيل، اوه بالمرمى والله شقا شق، ضربه قويه. كريستيانو كريستيانو يا يدون، اه يدون لا تضيع يدون، لا تضيع ارجوك يدون لا تضيعها، ارجوك لا تضيعها يدون. جول 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 كريستيانو رونالدو. الضربه الثالثه اسينسيو اسينسيو اسينسيو، الله لا 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 والله قريب قريب من صدها. بيانيتش 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 هنا راح اسدد، يلا يا بيانيتش لا تضيعها بيانيتش. جول جول، يا سلام عليك يا سلام عليك يا بيانيتش. توني كروس، اذا صدها حارسنا نفوز، اذا صدها حارسنا نفوز. شوف الجماهير طبعا صوت الجمهور روعه روعه بيس 2019، ركزوا على الصوت. يلا يا توني كروز، اوه بالمنتصف بالمنتصف. هسه منو راح يشوت؟ تعتقد متويدي، لين خلينا بالاخير فعلا متويدي متويدي متويدي. الفوز منك يا متويدي، اريد الفوز منك يا متويدي، لا تضيعها لا تضيعها. جول، اول فوز اول فوز لنا في بيس 2019 يا شباب، فوز على ريال مدريد مباراتنا الاولى. افضل لاعب بالمباراه كريستيانو رونالدو. يا شباب كتبوا لي تقييمكم لبيس 2019 في التعليقات، وان شاء الله باكر راح انزل لكم ماستر ليج او كنستوره ما اعرف، يعني كتبوا لي ايش تردون، بس احتمال ماستر ليج على الاكثر. وان شاء الله اكو فيديو راح ينزل لكيفيه تنصيب الاوبشن فايل، وراح اخليه هو طبعا بالديسكربشن بالفيديو اللي راح انزل به تعليم كيف تنزل الاوبشن فايل، يعني شعار ريال مدريد ويوفنتوس لما تجي اللعبه. هاي الشعارات ما موجوده مثل ما تعرفون، ما يملكون الحقوق بيس، ما يملكون حقوق الشعارات الفريقين واكثر من فريق، اعتقد مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد. والى هنا وصلت اياكم لنهايه الحلقه يا شباب، اتمنى ان الحلقه تعجبكم، وفي امان الله.